جوزك وصل. ربنا يستر. ايه ده يا خرابي تتوزن بالذهب لرجليها لوحدهم يتوزنوا بالالماس. يا بخته اللي هو مين البق في جوزها. اما انت قليل الادب صحيح. ايه ده وانت مالك يا محترم؟ اللي مالي مهنا البق ما تخليك في حالك يا جدع انت. ما هو ده حالي. طيب خلينا نمتع عينينا ودع عينيك اهم. لا دي وقاحه دي قلة أدب. أنا قليل الأدب يا لسه عندك بطوبة. الله أنت مالك يا جدع أنت؟ لا ما أنت إيه دخلك في حاجة زي دي؟ أنت كمان أوعى على حد اللي جابه من عندي. أوعى على حد. أدي اللي كنت عاملة حسابه كل ما يجي الشغل يعمل أزمة. أعذري بيغير. ده هيجنني مش عارفة أعمل إيه. سيب الشغل. يبقى يا إما ما أدفعش إيجار البيت يا نعيش من غير أكل. لسه زعلانة؟ خليك مطرحي. يا ريت ما كنتش اخرج من اوضه النوم ابدا. هيحصل قريب. الليلة؟ لا لما بيت الازياء تعرف ان جوزي بيبوظ كل عرض بعمله. اخر مرة. كل مرة بتقول كده. بالشرف عمري ما هعملها. يلا بقى في صحة شهيرة اجمل عارضة ازياء في العالم. ايوه كده اضحك يا شيخ. ده النهارده الخميس ودي ليله مفترجه عند موظفين الحكومه. بتقول النهارده الخميس؟ وبكره الجمعه. لازم انام حالا. مستعجل على ايه؟ ما احنا هننام. انا بس اللي هنام عندي شغل بكره. شغل هو الشغل ده اهم مني؟ هنرجع تاني للكلام اللي ما منوش فايده. ما هي مش عيشه دي. احنا متفقين على كده من قبل الجواز. بس يا شيخ النهارده الخميس والحسنه حلال. تصبح على خير. وكمان مش شارب. وكمان مش هاخد الدواء. ايه ده؟ خبيات واكل. يا جماعة يا اللي فوق ما ترمونا الست اللي عندكم في المرة. أنا لسه ما طلبتش. بنمس يا أستاذ فكري. بتمس ولا بترشي؟ دي ممنونية. بلا ممنونية بلا كمونية. النهاردة الشاي بكرة هيبقى السجاير بعده 5 جنيه وساعتها الخزنة تتفتح لك بعد الميعاد. شيل الشاي حالا. إحنا مش في كباريه؟ إيه؟ بتفتح لي الشاي حضرتك؟ العب يا إفري. ليلتنا بيضة. سعيدة مالك؟ تعبان والله يا فكرة. فبختك يا عم هنيالة. أعمل إيه بس يا فكرة؟ مراتي اتعودت على وجودي. عايزاك دايما جنبها؟ لو بعدت خطوة عنها تفكر إنها تنتحر. حكمة ربنا. أنا عكسك بقى، مراتي هي اللي تطبخ وأنا اللي أتكيف.
بقى انت دلوقتي متكيف؟ الاكل هيبص من عين. انا زيك بالظبط. يا اخي ده احنا متجوزين ستات. لكن ايه؟ انت هتقول لي ده ايه السعاده اللي احنا فيها دي؟ ده احنا اهالينا داعيين لنا يا راجل. انت كذاب. يعني انت لسه دي فكري؟ احنا متجوزين اندل ستات في العالم. انا نسيت شكل الطبيخ يا شريف. طب انت نسيت شكل الطبيخ. انا بقى نسيت الطبيخ نفسه. والاسم متجوزين. ابختك يا احمد. اهو ده بقى اللي ايده في جيب غيره. حر زي البلبل بيتنقل من شجره لشجره. الله. يا جميل انت مستعجل. انت باين عليك رياضي. طب احصلك ونتكلم؟ ها؟ طب كلمة واحدة؟ نص كلمة؟ طب حرف واحد؟ خشي معايا المحل؟ نقي لي جزمة بدل اللي دابت من كتر المشي وراك. ايه؟ مش هعتقك. طب علينا نتعرف. انا احمد متولي، عندي 28 سنة وموظف درجة 5 وعندي شقة بالديكور. اما عليها حتة ديكور تحب تشوفي؟ اخ يلا. ها كفاية كده ولا انتهلك البوليس؟ لا كفاية كده. انتوا ما عندكوش ولاية. لا بقى لا. تعالى بقى يا بوليس يا بوليس. ايه ده؟ مالك يا احمد؟ جاي منين؟ مش هتصدقوا. لا قول، ما احنا هبل بنصدق اي حاجه. طلعت الهرم اتفسح، رجلي خدتني عند الشاليهات، يا دوب بعدي من اول شاليه، باب اتفتح وايد شدتني لجوه، اتلهفت. واحده ست؟ امال واحده راجل؟ قعدت معاها ساعتين. ساعتين؟ ده انا في الوقت ده اكل حلب كوسه. قول خرجت وبعدي من قدام الباب التاني اتفتح وايد لهفتك لجوه. الله، انت كنت معايا. كمل كمل. ست شاليهات، كل شاليه انقح من اخوه. هي الحته فيها كام شاليه يا احمد؟ يجي 20. طب ما تجيب واحده يا اخي. ايه اللي رجعك بدري؟ جريت الحق المواصلات وقعت. ست شاليهات وانا اللي نفسي في واحد شاليه. حظوظ. الحاجات دي ما فيهاش حظ، دي حرب بين الراجل والست، عايزه تكتيك عشان تكسبها. طب ما تقول. ده احنا زملاء يا اخي. الستات في عصر الذره بتحن لعصر الكهف، لما كان الراجل يجرجرها من شعرها ويرميها في التراب. بتحب القسوه، بتحن للعنف، بتموت في التعذيب. قسوه، عنف، تعذيب. فين؟ على الكهف. ايه؟ قصدي على البيت. مروح. خدني معاك. ايه؟ ايه اللي خلاك تخبي عننا حكايه العصر الحجري دي؟ ده انت مصيبه. ادفع انت الحساب. رجعت بدري ليه؟ ايه ده؟ بلاش حساب سخيف.
بالقسوة. الله. بالعنف. الله. بالتعذيب. سيبني سيبني يا متوحش. اوعى. وكمان كسرت الصيني؟ اتفضل بقى قوم اكنسه وامسح مطرحه. وبشتري غيره من ماهيتك. قليل الذوق. متوحش. مجنون. هي طريقة تنفع بتوع العصر الحجري، بس ما كانش عندهم صيني يتكسر فوق دماغهم. اكيد بتوع العصر حجري كان صحتهم كويس. طيب